كما قالوا هما ردا على اتهامات الامين العام التونسي للشغل، وين ذكر انه زاد باش يرفع دعوى قضائيه بهم. دونك اكثر تفاصيل باش ناخذوها مع سي شكري المبروكي امين عام التنسيقيه الوطنيه التونسيه الاعوان الاطارات واعوان عفوا الصحه اللي معنا في المباشر. صباح النور سي شكري. صباح الخير، مرحبا بكم، مرحبا بكيف تستمعي شمسة فن. مرحبا بك يا سيدي. دونك متوجهين للقضاء بعد كما قلتوا انتم اتهامات الامين العام التونسي للشغل، الامين العام الاتحاد العام التونسي للشغل. دونك شنو هي الاسباب اللي خليته هو يتوجه للقضاء وانكم تردوا تتوجهوا للقضاء؟ والله احنا نستناه فيه هو باش يرفع قضيه. هو اي هو قال بصدد رفع دعوى قضائيه. احنا نستناو في الدفع الدعوه القضائيه نتاعو. دونك احنا عندنا نقطه اعلاميه باش نعطيو فيها كل المؤيدات وتوضيح نهار 11 مارس بمقر التنسيقيه، باش يكون معناها دعوه موجهه لكافه الاعلاميين والمنابر الاعلاميه المحليه والدوليه. بالنسبه لي انا ردي الوحيد باش نقول له سي نور الدين الطبوبي، ننتظروا الدعوه القضائيه نتاعكم بكل فخر واعتزاز. شنو الاسباب اللي تخليه يوصل انه يهدد برفع دعوه قضائيه؟ صاحب البساط من تحت اقدمه. هل يعتبر انه تنسيقيه وجودها غير شرعي؟ هو يعتبر اللي يحب. هو ما قالش ان وجودها غير شرعي، هو متقلق، هو متقلق من وجود التنسيقيه، لانه القطاع الوحيد اللي قاعد يخدم قاعده يعني معناها يخدموا به الناس هذوما، هو متقلق من صاحب البساط في القطاع هذا فقط، ما عندوش حاجه اخرى. دونك وبقيه الرد نتاعنا كيف ما قلت لك اختي الكريمه والكافه المستمعين باش يكون نهار 11 في نقطه اعلاميه. باهي جوست نحب نفسر للعبيد، سي نور الدين الطبوبي كي هدد برفع دعوه قضائيه شنو السبب؟ السبب نتاعو يتهم فينا احنا، نتحايلوا على الانخراط، هو مشكلته في الانخراط. الناس اللي تنخرط في التنسيقيه. دونك نقولوا له مرحبا بيك ومرحبا بالقضيه هذه، وان شاء الله باش يكون وراها كشف برشا ملابسات وبرشا فساد، والناس الكل باش تتحاسب عليه. الفساد وين، في الاتحاد ولا في قطاع الصحه؟ والله الفساد في الاتحاد وفي قطاع الصحه وفي نقابيين وفي وفي وفي، هذا كله راني قلت لك باش يتم كشفه ان شاء الله نهار 11 مارس. به اذا كان انتم عندكم ملفات فساد تخص قطاع الصحه أكيد والاتحاد، علاش اليوم بركه وين باش تحكيوا عليها ولا باش تكشفوها توا؟ لا 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 سيدتي الكريمه، يدور لي حتى على شمس اف ام عندكم انتم، ارجع للميموار اللي عندكم في القناه نتاعكم، تلقاونا اللي عندنا عام كامل واحنا نتكلموا سيادتكم المتابعين وتاخذوا في كل كبيره وصغيره، وتعرفوا لي دارنيير ما عملنا برشا تحركات بما فيهم اللي كان الاعتصام تاع نهار 16. لكن مش بالقوه هذه انه البيان فيه تقولوا ملفات فساد وملفات مدويه ومزلزله. لا لا هذا كله احنا متاكدين منه وعندنا كل كبيره وصغيره ما يفيد. وتعرف قضيه صفات شركه تونسيه للصناعه الصيدليه شكون اللي حيرها؟ انتم حيرتها التنسيقيه وتعدينا معاكم وحيرناها على اعلى مستوى ومازلنا باش نزيد نحيروا لها ملفات اخرى. معناها بالنسبه لنا احنا ما نتكلموش، احنا نخدموا ما نتكلموش. ولذلك مرحبا بيه سي نور الدين ومرحبا بالقضيه اللي حب يرفعها، واحنا نستناو فيها بفارغ الصبر. دونك بالنسبه لي هو الاشكال الوحيد انه عندكم مشاكل في الانخراط، بمعنى انه فلوس الانخراط في حد ذاتها نتصور، خاطر الانخراط لا مش ماهيش هي بر الفلوس. بالنسبه اللي هو معناه الانسلاخات اللي قاعده هابطه في قطاع الصحه، هو اللي قلق معناه سي نور الدين، هو اللي قلق الانسلاخات اللي هابطه على المنظمه نتاعو. دونك نهار 11 باش تكون فما كونفيرونس بوان دو بريس بلوتو. اكيد اكيد باش تكون نقطه اعلاميه وباش تكون معناها فيها برشا حاجات تنور الراي العام الدولي والوطني. وانتم القضيه اللي باش ترفعوها باش تكون ستاند باي، اذا كان هو رفع قضيه انتم باش ترفعوا القضيه؟ لا احنا ما نرفعوش قضايا، احنا كي نرفعوا قضايا القضايا نتاعنا ما تطيحش في الماء، خاطر كي نرفعوا قضايا بالادله والبراهين المؤكده. معناها ماشيين بطبيعتكم في المسار نتاع انه باش تكون ماشيين للقضاء؟ لا لا احنا رفعنا قضايا في عديد المناسبات مش في المناسبات. تحكي على الملفات الجديده؟ لا لا اكيد اكيد كلها باش تمشي للقضاء. هي سيدي جا فيها بعض من القضايا اللي حاليا منشوره وصلت حتى للمكلف العام بنزاعات الدوله.
ما نجموش نعرفوا هكايا دي غراند لين بخصوص الشيء والله هي شوف انا قلت لك هي باش تكون في النقطه الاعلاميه فيها توضيحات وباش تكون مؤيده بالوثائق مش بالكلام خاطر احنا انا ما نتكلموش احنا كي نقولوا حاجه نعطيه الدليل القاطع عليها. واضح سي شكري مبروك يا امين عام التنسيقيه الوطنيه التونسيه للاطارات واعوان الصحه. دونك ننتظروا نهار 11 مارس باش نعرفوا باكثر تفاصيل شنو هي الحقائق والملفات المدويه اللي باش تحكيوا عليها في البوان دو بريس ردا على اتهامات الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورجين الطبوبي اللي بدوره هدد والا قال انه بصدد رفع دعوى قضائيه بخصوص والا للمكتب التنفيذي للتنسيقيه الوطنيه تونسي الأعوان وإطارات الصحة.